كابتن فكري صالح. ازيك كابتن فكري؟ كابتن اسامه صباح الخير، وشرف عظيم ليا اني اكون في قناه الاهلي العظيم. ده انا سعيد والله ان حضرتك معايا على مداخله تليفونيه على قناه الاهلي في برنامج الاشبال يا كابتن فكري. ماشي، يعني شرف عظيم ليا ان كابتن اسامه، وده تحدي ذاته شرف ليا، لان يعني انا اعرف كابتن اسامه من زمان، اللاعب الخلوق والانسان القدير، فطبعا شرف عظيم ليا ان اكون في مداخله معاك. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب، وسنه سعيده على حضرتك وعلى كل الشعب. منطقة القاهرة أقامت الفترة اللي فاتت دورة تثقيفية لحراس المرمى، كان بيحاضر فيها المحاضر العالمي كابتن فكري صالح. كلمنا عن الدورة التثقيفية دي يا كابتن فكري. والله هو الحمد لله رب العالمين، أنا بدأت مشوار التثقيف أو تطوير، أقول تطوير علم مدربي حراس المرمى من حوالي سنة. تمام. من أول ما دولة الإمارات الكريمة بعتت لي، أو الحبيبة بعتت لي دعوة عشان ألقي محاضرات لمدة 3 أيام هناك. تمام. وبعد نجاح هذه الدورة، نجاح غير طبيعي، خدت قرار إن أنا مش هشتغل في الدوري، عشان طبعا لما بتشتغل في الدوري ما بيبقاش عندك اي وقت لهذا الدور. تمام. فقلت لا، ده في دور جديد لازم اقوم بيه، اللي هو اولادي واخواتي مدربين الحراس اللي هيربوا اجيال كثيره، لازم يبقى نديهم خبرات ال 45 سنه عشان يطلعوا لنا اجيال واخده حراسه المرمى، واخدها من بدري على علم وعلى اسس سليمه، ما يبقاش في الاخطاء اللي احنا بنشوفها مع اجوان كتير. فبالتالي بدات هذه سلسله الورش من بورسعيد الى اسوان الى الو اتفضل الو ولغايه اتفضل كابتن منطقه القاهره. كلموني على ورشه المؤتمر، الحمد لله جه 98 مدرب، والحمد لله كانت الخبرات اللي انا كنت عايز اديها لهم الحمد لله لدرجه كبيره جدا، لاني برضه الدوره 3 أيام، فبتبقى ما عندكش الوقت الكافي، ولكن الحمد لله كانت ناجحه بجميع المقاييس. طيب عايزك بقى تطمن كل جمهور مصر يا كابتن فكري، عندنا فعلا حراس مرمى، وانت بتتابع كده الدوري الممتاز وبتتابع دوريات الناشئين، فعلا عندنا حراس مرمى واعدين ان شاء الله للكره المصريه؟ لا، انا متفائل جدا كابتن اسامه ان اللي جاي، وده التفاؤل تقول تعرف انا تعاملت او خدت من الجنرال محمود الجوهري الاسلوب بتاعه، او حاجات كثيره، لان هو يعتبر المعلم والقائد والمربي، فما بيقول كلمه كان بتبقى بحسابات، فانا الكلمه برضو ما بقول انا متفائل ان المستقبل مشرق لحراس المرمى، ده حقيقي وبالورق والقلم. لو بصيت السنه اللي فاتت مستوى الحراس في الراوند الاولاني، تمام، الاقي السنه دي احسن من السنه اللي فاتت، طالع حراس مرمى اجيال متعاقبه، اكثر من اسم ظهر في الدوري في النهارده المنتخب بتاع الاولمبي، في 3 أو 4 حراس على مستوى نقدر نستفيد منهم مستقبلا. منتخب الكابتن ربيع مختار، كابتن ربيع ياسين، تمام، ما شاء الله، وهو بيشتغل على اسس علميه، اختياراته نفسها في حد ذاتها تديلك الثقه ان لا، الورش اللي اتعملت للمدربين حراس المرمى خلال الفتره اللي انا حكيت حضرتك عليها، اكثر من 9 ورش، والفتره الجايه يعني كابتن محمود سعد عامل برنامج انا شفته والمفروض يعني هنبدا من يوم 5، من يوم السبت، في رحله من تعتبر في جنوب الصعيد، كان قبليها في الاقصر واسوان، الكابتن احمد ماجي العظيم كان موجود، والكابتن محمود سعد، كل الحاجات دي بتقول لي لا، في ان شاء الله شيء مشترك لمملكه العمالقه في مصر. شكرا كابتن فكري صالح، مدرب حراس منتخب مصر الاسبق، شكرا جزيلا لحضرتك. كابتن فكري صالح اسم كبير جدا في عالم التدريب في حراس المرمى، عاصر طبعا كابتن